ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، ولسه مكملين معانا دكتور عمر يحيى. دكتور عمر يحيى ماجستير زراعه وتركيب الاسنان جامعه عين شمس، واستاذ مساعد في الجامعه البريطانيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. هي مدرس مساعد لسه، بس مش استاذ مساعد. مدرس مساعد عشان لو شافوني في الجامعه. معلش يا دكتور. بخير. دكتور، احنا الاسنان بتبدا اهتمامنا بيها من اول ما الناس وهي اطفال. في اطفال بتبقى بتمشي على القواعد اللي الام بتقولها وبتغسل سنانها وبتهتم وكله، ولكن برضو اسنانها بتسوس، فهل ده ليه علاقه بالوراثه؟ هو اكتر منها وراثه، وفي سببين لتسوس الاسنان. في عندنا وراثه بس دي بيبقى نسبه اقل شويه، وفي نسبه بيئيه. النسبه البيئيه دي بتعتمد على الاكل اللي الاولاد بتاكله، نوعيه الاكل. نوعيه الاكل بالظبط. تمام. احنا اسناننا بتتكون من 96% منها عباره عن كالسيوم، فنسبه الكالسيوم دي بيبقى بيتاخد من غذاء اللي الطفل بيبتدي ياكله. اوكي. فلو الاكل ما فيهوش البان كتير، ما فيهوش جبن اللي هي السورسز اوف كالسيوم الكتير دي، يبتدي يحصل ضعف في السن ويبتدي تتسوس. غير طبعا العادات بتاعه الاطفال. أوكي. لو اكل حاجات مسكره قبل ما ينام، ده بيؤدي ان الكراميل او الكربوهيدرات بتلزق في سنه، والبكتيريا بتبتدي تتاكل عليها وتعمل تسوس بتاعها. اوكي. طيب دكتور، دلوقتي بيبقى في اطفال بيبقى في على اسنانهم زي طبقه سوداء، ولما بنروح للدكتور بيقول ان دي مش طبقه تسوس ولا اي حاجه، ده حديد زياده. ده فعلا حقيقي ولا بيكون ايه بالظبط؟ حديد. هو الطبقات عامه بتبقى على الاسنان بيبقى في منها نوعين. في نوع بيبقى طبقه خارجيه على السطح من بره، وفي طبقات في انلون بيبقى داخلي. الطبقات يعني الخارجيه السطح دي من بره موجوده، السطح من بره ده بيبقى غالبا بيبقى عباره عن شوكولاتات، اكل ده بيلزق على السنان من بره، لكن ملوش علاقه ابدا بالحديد اللي لا، في حاجات، في ممكن فلوروزز، فلورايد الزياده اللي بيتاخد لو حد من الاولاد او الامهات اللي عايشين في الصحراء، ده نوعيه الابار بيبقى فيها فلورايد زياده شويه، ده ممكن بيأثر على السنان بس ما يخليهاش سودا، بيخليها بيضه جامده جدا. تمام. طيب بالنسبه ان في ناس بتغسل اسنانها كويس قوي، تمام، ومع ذلك برده بيحصل عندهم التهابات في اللثه، ده من ايه؟ هو غسيل السنان كويس ملوش علاقه بالالتهابات. التهابات اللثه ليها كذا سبب. في اسباب ممكن تكون عضويه جوه جسم الانسان، في امراض بتزود التهابات اللثه، في سن معين، ستات يوجوالي اللي بعد 40 سنه بيتوصلوا لمرحله المينوبوز ممكن يبتدي عندهم يصير التهابات اللثه. اوكي. وفي الجير اللي بيتكون على السنان. الجير لازم كده كده بيتكون حتى لو غسلنا اسناننا 100 مره في اليوم، ده عباره عن طبقه بروتين بتبقى موجوده في الريق بتاعنا بتلزق على السنان. ده لو ما اتنضفش عند دكتور اسنان في خلال 6 شهور سنه ماكسيمم بيبتدي يلزق على الاسطح، والبكتيريا بتقعد عليه وبتتغذى منه ويبتدي يعمل التهابات اللثه. طيب ده بيودينا للتنظيف الجير بقى، ده المفروض بيبقى ليه روتين معين ولا كل فتره قد ايه او كده عند الدكتور يعني؟ المفروض يبقى كل 6 شهور. كل 6 شهور؟ في ناس بتحتاج كل 3 شهور، وفي ناس تانية ممكن توصل لسنه، على حسب الريق عند كل بني ادم بيختلف، في ناس رئه على طول ماشي، في ناس رئه قليل. بس فدي بتبقى متابعه مع العياده مثلا؟ الافريج المفروض كل 6 شهور. اوكي. في السنان. طيب بالنسبه لزراعه وتركيب الاسنان، تمام، عاوزين بقى نفهم من حضرتك اكتر، زراعه الاسنان او تركيب الاسنان ايه الافضل فيها؟ هو الموضوع مش افضل اكتر منه ايه الانديكيشن او ايه الحاله تتطلب يعني، امتى الحاله تتجه للزراعه؟ هو كل حاله ليها الاتجاه بتاعها. هو عامه لو هنتكلم كلام عام، انه عندي سنه مفقوده وفي سنه يمينها وشمالها مش موجودين، في عندنا 3 حلول ممكن تتعمل. يا اما بتعمل تركيبه متحركه، سنه بتتشال وبتتحط. الحاجه الثانيه يا اما بنعمل تركيبه كوبري، كان اللي هو بيتعمل على طول من زمان ومكملين بيه دلوقتي، ده اللي هو بنحتاج نبرد السنه عشان نفضي مكان للكوبري اللي هو يركب. والحاله الثالثه ان احنا بنعمل الزراعه. الزراعه دلوقتي طبعا احسن حاجه ممكن تتعمل، لان هي بتحافظ على السنان اللي جنبها وقدامها ووراها، ما بلمش السنان خالص. انا كل اللي انا بعمله بحط زي مسمار تيتانيوم وبركب عليه التركيبه بتاعتي. هي في ممكن صور بيفور اند افتر لو نعرضها برضو للدكتور للزراعه والفينيرز والحاجات اللي بتتركب وكده، الناس تشوفها معانا دلوقتي. دي حاله كان عندنا في العياده، احنا مغيرين الحشو البلاتين بحشو الوان. نفس لون السنه بالظبط. لان فعلا زمان كان على طول الحشو بيبقى لونه بالطريقه دي، وكان بيبقى مزعج قوي. بتاعها زمان كان بيبقى صعب شويه. والتكنيك سنسيتيف، محتاجه مهاره معينه عشان خاطر تتحط كويس. اوكي. في اشاعات دايما بتطلع ان الحشو الابيض ده بيسوس بسرعه، هو الموضوع ملوش علاقه بالحشو الابيض، ليه علاقه بالتكنيك بتاع الحشو يتحط ازاي. طب وهنا بقى ايه اللي حصل؟ دي برضه نفس الموضوع، احنا ممكن نستخدم الحشو البيضاء ان احنا نعوض بيها سنه. زي ما انت شايفه فوق في سنه مكسوره. السنه المكسوره دي هي دي الفينيرز بقى؟ لا دي مش فينير، ده حشو. ده حشوه بنبني بيها السنه. ده زي نحت يعني. نفس بالظبط بالظبط، هي نفس بالظبط الحشوه اللي حطيناها في الاول بنحطها هنا بنبني بيها سنه كامله. أوكي. كلها سكيلز ومهاره من الدكتور اللي هو ازاي يقدر يملاها وتبقى بنفس شكل السنه اللي جنبها.
تمام. طيب دلوقتي حد عايز يخلي اسنانه ابيض، بياخد قرار بقى هيعمل سكيلينج، هيعمل فينيرز، هيعمل تمام. بليتشنج، يعني هو كويس ان كتير الناس اخذت قرار ان هي تخلي اسنانها ابيض. اول حاجه يروح للدكتور، دلوقتي دي الناس اهم بتتجه حاجه، للناحية لان التجميلية شوية يعني. اول حاجه الناس كلها نفسها اسنانها تبقى بيضه. تمام. وللاسف شفت في برنامج قريب حد كان حاطط وصفات ازاي يخلي الاسنان بيضه، كان بيستخدموا ورق قشر البرتقال، بيكربونات الصوديوم، الفحم. دي اخطر حاجه ممكن واحد يقدر يعملها للاسف. احنا عندنا البق في الفم بتاعنا في حاجه اسمها بي اتش فاليو، اللي هي درجه الحمضيات والقلويات بتاعه البق. احنا في الليفل نيوترال اللي هو 7، اللي هو زي الميه بالظبط. اوكي. لما نستخدم قشر البرتقال، قشر البرتقال ده الدرجه بتاعته 2، حاجه حمضيه جامد جدا. لما نبتدي نفرك بيها اسناننا بيحصل تاكل لسطح السنه، تبتدي تتخربش، يبتدي البكتيريا تقعد، تبتدي تلون اكتر، والحاجات دي ما نقدرش نعوضها بعد كده. اوكي. نفس الموضوع بيكربونات الصوديوم، الفحم. في دلوقتي الفحم طالع موضه كبيره جدا، الفحم ده الباودر بتاعه تخين، ده كاني بالظبط ماسك ورقه صنفرة وعمال اصنفر في سنتي. في معجون اسنان بيبقى الاسود ده اللي هو فحم، الحاجات دي ده كلها، غلط برضو؟ الحاجات دي خطر. اوكي. تمام. طيب معانا اتصال تليفوني من ام حبيبه من القاهره. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. دكتور انا بنت عندها 6 شهور، عايزه ازاي اسنانها تطلع امتى؟ انا مش سامع كويس. بنتها عندها 6 شهور، عاوزه تعرف امتى اسنانها تطلع. السنان بتبتدي تطلع من 6 لـ 8 شهور. الاطفال بيبتدي شكرا السنتين ليك يا اللي تحت حبيبة. بيبتدوا يطلعوا اول سنتين. أوكي. وبعد كده بيبتدي بقى اسنان تطلع. طب في اي حاجه اهتمام بقى تتعمل قبل ما السنان تطلع؟ يعني في ناس بتقول في فرشه كده بتبقى للاطفال بس او البيبي، ده مهم ولا؟ لا، قبل ما السنان تطلع بس، هو مفيش اي حاجه تقدر تتعمل غير ساعات بيحصل وجع شويه عشان السنان تبتدي تشق اللثه. فبس الولاد بيبقى اي حاجات بس فيها عضلات كده مخصصه ليهم عشان خاطر الوجع يروح. اوكي. تمام. طيب دكتور دلوقتي احنا عاوزين نعرف الطريقه الصح لغسيل الاسنان. تمام. في كذا طريقه صح. الفكره كلها ان الاسنان دي زي ما قلت لكم السطح بتاعها حساس، فما بحتاجش اعمل عليها قوه جامده. بيجي لي عيانين بيبقوا مبسوطين جدا ان هم بيغسلوا اسنانهم حوالي 3-5 مرات في اليوم، ويقولوا يا دكتور انا بغسلها كويس جدا، ومع ذلك ده بيجيب نتيجه عكسيه؟ بالظبط، بيديك نتيجه عكسيه. الاوفر براشنج، التنظيف الزياده ده، بيعمل التهابات في اللثه، كان على طول عمال اخبط في اللثه فوق وتحت، وعلى طول عمال اخرفش في السنه بتاعتي، فبتبتدي تتاكل. طب ازاي اغسل سناني؟ انا بيكفي جدا 3 مرات في اليوم، اهم مره بالليل والصبح طبعا قبل ما ننزل، وفي النص لو نقدر بغسل الاكل. بحط الفرشه بتاعتي ب 45 درجه على اللثه، وبنزل بيها لتحت، ومن تحت بطلع بيها لفوق. الغسيل اللي هو رايح جاي ده خطر جدا على السنان بس. وبعد كده بغسل السنان من فوق يمين وشمال. طيب في دلوقتي في ناس لما بتضحك اللثه بتاعتهم بتبان. تمام. فبيبقوا دي تعبه نفسيتهم او بتضايقهم او كده، في حل للموضوع ده؟ طبعا ليه حلول. لو معانا صور. أول لو حاجه اول حاجه ساعات لو الشفه حركتها طبيعيه مفيش اي مشاكل، والسنان اللي باينه منها قصيره، بنشيل جزء من اللثه بتاعتنا، ولو عظم او لثه مغطين بنشيل الاثنين وبنبينها. وساعات بنتجه، لو ساعات في حركه اللثه بتبقى اقوى من حركه الشفه، انا اسف، بتبقى اقوى من الحركه الطبيعيه، حد بيضحك شفته بتطلع فوق جامد، بنستخدم ساعتها بوتوكس عشان نقلل شويه العضله بتاعتنا. هي فعلا هنا فرقت خالص، بس هو عامل حاجه كمان. لا دي حاله، سمايل ميك اوفر، كان فيها فينيرز وكراونز ومغيرين الضحك خالص. تمام. دي حاله تنظيف. طب والفينيرز اللي بتركب بقى دي يا دكتور، بيبقى في درجات في الوانها؟ عشان في ناس ما بتحبش الابيض قوي، وفي ناس بتحبه. ده أكيد. بيبقى كل واحد ليه طلب كده. لو شفنا كده الحاله اللي محطوطه دي هتلاقي اللون بتاعها مش ابيض، يعني اللون بتاعها مش درجه حلوه شوية. جدا. بس احيانا في ناس بتبقى ابيض زياده. بالظبط. الفكره كلها هنا بقى ايه اللي حصل؟ دي تركيبه متحركه، دي نوع من انواع التركيبات اللي كنا بنتكلم عليها. متحركه بمعنى ايه؟ كتير بتتشال وتتحط، ما بتفضلش قاعده في مكانها على طول، بنقلعها بالليل بس. وليها طريقه عنايه طبعا اكيد، ليها طريقه عنايه وليها تنظيف معين، وليها سن وانديكيشنز مختلفه. دي حاله من حالات اصل اللثه اللي قلت لكم عليها، اللي من فوق اللثه بتبقى باينه ومن تحت مش باينه. اوكي. معانا صور تاني. هنا بقى دي بقى التقويم، كان في صوره جت من شويه اللي هو التقويم الشفاف. دلوقتي في كتير قوي من الناس بيبقوا نفسهم يعملوا تقويم، بالذات الكبار من اول سن 25 سنه مثلا لحد 40 سنه، 45 سنه، بيضايقهم الشكل، بيبقوا مش هيقدر يعمل تقويم عادي اللي هو المعدن والراكتس والحاجات دي. شغال شغله مذيعين مثلا، مش عايز يطلع بيها سبيكر معين. فدلوقتي تطلع معانا تكنيك جديد، التقويم الشفاف ده عباره عن ريتينر. هو اتعرض معانا من شويه. بتتلبس طول اليوم لمده 20 ساعه وبتتغير. هي دي. ايوه بالظبط. ما بتبانش خالص طول ما هي ملبوسه،
ونتائجها هايله يعني. طيب تبييض الاسنان يعني، انا مش عايزه لو حد مش عايز يركب بقى حاجه ورايح يعمل تبييض اسنان بيبقى ايه يعني، هو عباره عن ايه؟ تبييض الاسنان في منه نوعين، في نوع بيتعمل عند دكتور الاسنان، وفي نوع تاني الدكتور نفسه بيديك مواد عشان خاطر تعملها في البيت. اوكي. النوع اللي بيتعمل في العياده فيه منتجات كتير جدا موجوده عندنا، اقوى منتج عندنا بيبقى اللي بيتعمل بنور ليزر ليت ايميتنج دايود اللي هو الليد، وبيستخدم جل هيدروجين بيروكسيد. الانواع الثانيه في البيت بيبقى مفعولها اضعف شويه عشان دي بتتعمل في البيت فبتاخد وقت اطول، ما نقدرش ندي نفس القوه اللي بتتعمل في العياده في البيت عشان ده العين هو اللي بيتحكم فيها. والناس بتجيبها من العياده يعني لازم الحاجات اللي لازم بتتعمل اي حد طبيب لازم الاول يروح لدكتور الاسنان، لازم يعرف حالته انهي نوع يمشي معاه احسن بالظبط وايه اللي بيعمله، لان هو مش مجرد جل تبييض بيتحطه خلاص، احنا في بريكوشنز بتتعمل قبليها وفي حاجات بتتحط بعديها عشان خاطر حسنه الاسنان عشان نقدر نحافظ على لسه. طيب هل كل الناس ينفع معاها تبييض الاسنان؟ يعني ساعات بيبقى في حالات مثلا الدكتور ممكن يقول لها لا انت اللثه بتاعتك ضعيفه قوي فما ينفعش معاكي تبييض اسنان. مش اللثه المشكله، مش كل حاجه ينفع معاها، مش اللثه المشكله، السنان نفسها. سنان. هي الموضوع التبييض ده بيبقى عامل زي في اعلانات كده بتيجي بتاعت التبييض، اعلانات الغسيل العاديه ده بيبقى عباره عن اكسجين بيدخل بيضرب الستينز البقع ويبيضها كلها تمام الصبغات. اوكي. في صبغات ما بنقدرش نوديها بالتبييض للاسف، بنحتاج نعمل ندخل بقى في اوبشنز ثانيه زي الفينيرز. طب في ناس بتقول هو المفروض اصلا لو حضرتك تقول لنا يتعمل كل قد ايه، دي نقطه. النقطه الثانيه هل هو بيضعف السنه بيخليها سنسيتيف بعد كده ولا ده اشعاعات بقى؟ هقول لك، هو الفينيرز سوري انا اسف بليتشنج تبييض السنان ممكن يقعد معانا لمده سنه، ممكن يقعد اقل او اكتر على حسب اللايف ستايل بتاعت الشخص نفسه بتاعت المريض. اوكي. بيشرب قهوه كتير جدا، بيشرب شاي كتير جدا، هيقعد اقل من كده، ما بيشربش الحاجات دي كلها ممكن يقعد اكتر من كده، واللون حتى لما بيرجع ما بيرجعش نفس اللون اللي قبليها، ما بيرجعش زي ده، بيرجع افتح. الافريج مثلا سنه سنه ونص ممكن يتعمل. السنسيتيفيتي اللي بتيجي بعد التبييض لو الماركه اللي انا مستخدمها في التبييض معترف بيها دوليا ومعتمده من الـ FDI اللي هو الفيدريشن دنتال اوكي ساعتها دي بقدر ما فيهاش مشاكل خالص، بس يا دوبك بتقعد يومين ما بتقعدش اكتر من كده الماكسيمم. في يعني حاجات ده بيرجع لاستخدام الخامات بالظبط، مش اي ماده اقدر اعمل بيها تبييض. يعني الناس اللي حصل لها انه بقى سنسيتيف زياده ده بيكون استخدام خاطئ، ممكن ماده مواد خاطئه زي اللي اتكلمنا عليها والحاجات اللي بتتعمل في البيت. معانا اتصال من عفاف من الجيزه، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا عايز انا عندي بنتي عندها 20 سنه وعندها شيء كده جلطه وقعت. عندها ايه معلش؟ معلش حضرتك بس 20 سنه. عندها 20 سنه وعندها سنتين راكبين فوق بعض. اوكي. سنتين فوق بعض. سنتين راكبين فوق بعض. سنتين راكبين فوق بعض، اتفضلي. حد ليها يعني. حاضر. لما بتيجي تضحك يعني هي ما بتتكسف يعني بيبقى مفروكه. هي باينه في الضحكه يعني. اوكي. باينه في الضحكه بتاعتها، اما بتضحك بتحاول تداري يعني بقها احيانا. طيب تمام، الدكتور هيرد على حضرتك حالا. الموضوع سهل ما فيهوش مشاكل، احنا بنبتدي لو في سنان راكبه على بعض او حاجه اسمها كراوننج عندنا، اول اتجاه بيجي على طول في دماغنا ان احنا نبتدي نعمل تقويم. تقويم الاسنان ممكن ياخد منا سنه سنه ونص عقبال ما الاسنان ترجع تاني في مكانها الطبيعي وبس، ما فيهاش اي مشكله يعني. وهل بقى التقويم الشفاف ينفع في الحاله دي لو هي مش حابه الحديد؟ التقويم الشفاف ممكن يتعمل طبعا في الحالات اللي زي دي. اوكي. ممكن بقى حضرتك تتواصلي بقى مع الدكتور، الارقام موجوده اهي علشان تقويم، وباذن الله تضحك براحتها وتبقى ضحكه زي الفل. تمام. شرفتنا يا دكتور واستفدنا منك معلومات كتير، وان شاء الله يكون لينا لقاء تاني معاك باذن الله. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من انت مختلفه مع مي وساره. ميرسي يا دكتور، نورتني. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا.